نرحب بكم مشاهدينا في حلقة أخرى من برنامج أهل المدينة، نتحدث فيها عن حكايات المدينة وقضاياها وشخصيات بارزة فيها، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة الصيادون بين مشقة المهنة وقسوة الحياة، وأقدم مصفاة نفط في المنطقة العربية مهددة بالانهيار. كل من اشتغل فترة الحرب وقفوه. الوضع الصحي في عدن وتحديات ما بعد الحرب. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقراتنا، نذهب وإياكم في جولة إخبارية سريعة تتحدث عن أنشطة وفعاليات في عدن، تابعونا. التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بعدن قادة وضباط كتيبة سلمان الحزم، وناقش معهم التحديات الأمنية في المحافظة. بن دغر وخلال اللقاء أشاد بالدور البطولي والنضالي الذي قامت به كتيبة سلمان الحزم في الدفاع عن الوطن وتطهيره من ميليشيا الإنقلابيين، داعيا إياهم إلى الوقوف صفا واحدا في وجه العدو الذي لازال يتربص بأمن الوطن والمواطن. شهدت مدينة عدن فعاليات احتفائية متنوعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. الفعاليات التي أقيمت بجهود رسمية وأهلية هدفت وبحسب القائمين عليها إلى مشاركة أبناء عدن هذه الفرحة العيدية وتعميق أواصر المحبة بين أبناء مختلف المديريات، ورسم البسمة على وجوه الأطفال الذين توافدوا على شواطئ ومتنفسات المدينة. يخرج له محار وأسماك، ولكن حينما يلقي الشباك فتخرج له مشاكل ومصاعب، ففي الأمر خطأ يتوجب تداركه. حلقتنا في هذه المرة تناقش قضية مشاكل الصيادين، لنتابع. في عدن ثمة عوائق كثيرة تقف في طريق الصيادين، فالبحر لم يعد زاخرا بالعطاء كما كان، وارتفاع سعر المحروقات وانعدامها زادت من معاناة الصياد أيضا. مشاكل الصياد كثيرة لا تعد، يعني لا تحصى، لكن أكثرها وأهمها الآن في وقتنا الحالي هو الوقود، البترول. يعني يحصل عليه الصياد بعد عناء، رغم أن المحطة كما ما تشاهدوها هنا موجودة قريبة، لكن ما تتورد لها البوز. نروح البحر لا 15 ميل، نطلع مسافة 14 ميل، نشل معنا ثلاث دباب، أربع دباب، خمس دباب بترول احتياط، نروح على باب الله. يوم في نحصل، يوم ما فيش ما تقبش حتى حق مصروفة، حتى حق البترول ما تقبش، تخرج من داخل. نروح نشتكي لمن؟ لا في جمعية تساعدك، ولا في ناس حكم يساعدوك، ويعطوا الصياد يوم ما يجيبش، يشتكي حق بترول ما يحصل حق بترول. يبقى مراعي لما بيفرق الله عليه. المهم نحن حالة الصيادين يعني نكد في نكد. كثيرة هي مشاكل الصيادين، لكن أكبرها حرمانهم من الحقوق بما فيها معدات الاصطياد المدعومة حكوميا. معانا مكاين عاطلة، روحنا على مكينة واحدة عادها تمشي الربع، مكينة الثانية عاطلة، عاطلين الآن، بقي لنا خمس سوى أربع سوى نحن نمشي. نحن نقطع نسبة الصيادة، كانت نقطع 8% مع وزارة الثروة السمكية سابقا قبل الحرب، فقطعنا نسبة الثلاثة الذي تشلها وزارة الثروة السمكية، ما قدمت شيء. نحن قطعنا الجمعية بادرنا، قطعناها على الثروة السمكية لأنها لم تقدم شيء، تأخذ من محصول الصياد ما تقدم له مقابل. مكتب وزارة السمكة شغلها تجيب صيد، تسجل كم منه صيدك، تروح تستلم بياسك منهم بعد ما يقطعوا حق الضريبة حقهم، يهبوا لك صافي بياسك. لغاية اليوم هذا ما قد حصلنا من الجمعية معونات ولا حاجة دعومات، أقو قوارب أقو مكاين، ما حصلناش نحن. في هنا قانون، قانون أصدر على أساس أن أصحاب الشباك ما يمدوا شباكهم إلا بعد مسافة قدرها كذا كذا، إلا أننا نواجه بأن القانون هذا يضرب أرض الخائن. يجي صاحب الشباك، في شباك نوع اسمه إسرائيلي، يجي يمد الشباك جنب الجبل، يعني ما في حد بيراقبه، ما في حد
بيشوفوا بالرغم انه في هناك قانون يوجد انه لا يبدل شراك الا بعد كذا كذا من البحر. صعبة هي حياة الصياد الذي يقضي عمره في رحلة عناء محفوفة بالمخاطر. تستمر المعاناة ومعها تستمر رحلة الصيادين اليومية لساعات طويلة، يبحرون بحثا عما يسد الرمق ويشبع الجوع ولو بشباك تعلق فيها بضعة أسماك تبقيهم على قيد الحياة، غير أن الكثير من مطالبهم لم تلقى آذانا حكومية صاغية. هذا قبل معاشق وأبو الوادي من زمان الزامنين كان هناك مصيف تروح العائلة تتصيف يبيتوا يضيعوا وقت. الآن من ما جاء بعد الاستقلال من جاء رئيس من جاء ده غير هذا. الآن ما حنقدر نقرب الجبل، ليش نحن نقوع الجبل يطلب الله؟ ما حد يقدر. ليش؟ لأنه صعب المقاومات، صعب الإمارات جالسين هناك. طيب لا متى بيبقى هكذا؟ واقع علينا موسم كان دخلنا كله من الجبل هذا. الجبل هذا حق حقاد ومعاشر، كان قضوا أحسن مكان لنا للصياد، كل الصياد حتى أصحاب القبة اللي يصرفوا كانوا 10 دباب بترول، وكانوا يطلبوا الله من هنا من الجبل هذا حق معاشر وحق حقاد، وكلنا كلنا نتقرص فيه. نحن نرعي على قدر ما نستطيع كجمعية، قدراتنا محدودة. يعني في حالة فقدان صياد لا سمح الله نتكلف ونروح نبحث عنه بعدة قوارب، اضطرينا أن حركنا زوارق من البحرية، اضطرينا حركنا طيران قبل الحرب. مرض نقوم برعاته بقدر ما نستطيع، إذا كانت عملية 500,000 ما نقول لك نحن نعطيه 500، هذا كذب أحقاد، هذا نحن نقدم له 200,000 150 100. يرمي بشباكه إلى البحر ولا يعلم ماذا يخبئ له القدر، لكن قلبه دائما مسكون بالأمل. ذلك هو حال الصياد اليمني على امتداد السواحل اليمنية البالغ طولها 2500 كيلومتر مربع، يغدو فيها ذهابا وإيابا يحمل معه هموم البر ومخاطر البحر وإهمال الدولة لمطالبه. أستاذ محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن، مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. نحن اليوم معنا قضية نناقش فيها مشاكل الصيادين وقضاياهم. بداية، ما هو الدور الذي تقوم به وزارة الثروة السمكية ومكتب الثروة السمكية في عدن للمساعدة والحد من مشاكل الصيادين؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وحقيقة الأمر هناك مشاكل عديدة يواجهها الأخوة الصيادين بالذات في عدن، والدور الذي يجب أن تلعبه الوزارة ممثلة في مكتب الوزارة وزارة الثروة السمكية في عدن دور كبير وفعال في حل هذه القضايا أو القضايا الشائكة التي يتعرض لها الصيادين. الآن قضايا زي ما ذكرتم، ولكن أنا أحب أن أقول لك بأن عدن اليوم تعيش وضع استثنائي نتيجة الحرب الظالمة والغاشمة التي شنت علينا في عدن. كثير من الأمور توقفت، كثير من الخدمات تضررت، بما فيها الآن ما يعانيه الصيادين في عدن. مكتب وزارة الثروة السمكية يكاد يكون مشلول بعض الشيء. الأخ المحافظ وقيادة السلطة المحلية في عدن تبحث أو تقوم بجهد كبير من أجل إعادة كافة المرافق الحكومية للعمل بطاقة كاملة، ولكننا نواجه كثير من الصعوبات، وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية أيضا أن تلعب دور كبير وفعال في إيجاد حلول مناسبة لعودة العمل في مكتب الوزارة، ومن هنا ستكون الشرارة التي سنبدأ فيها في حل كثير من مشاكل يتعرض لها الأخوان. المشاكل التي يتعرضون لها شائكة، يعني تدخل فيها أكثر من وزارة وأكثر من قطاع. الصيادون على سبيل المثال يشتكون من سوء يعني أو عدم تواجد المشتقات النفطية، هذا بالنسبة لهم شكل كذلك عبء. نعي ذلك، وهي مشكلة أيضا تكاد تكون عامة وليس فقط خاصة بالصيادين. ولهذا أنا أؤكد بأن عودة عمل مكتب الثروة السمكية سيكون هناك حلقة وصل ستساعد الصيادين، ستساعد السلطة المحلية، ستساعد
كثيرا على حل هذه المشاكل في التواصل مع شركة النفط، في التواصل مع الأخ المحافظ، مع السلطة المحلية لتجاوز الكثير من الأزمات. مشكلة الديزل مشكلة كبيرة أثرت على الصيادين وأثرت على كثير من القطاعات بما فيها الكهرباء والمياه وغيرها. هل هناك حلول لهذه المشكلة في المستقبل؟ أعتقد أنكم تروا أن هناك مجهود خرافي يبذل من قبل الأخ المحافظ والسلطة المحلية لتجاوز هذه الأزمة المتعلقة بالمشتقات النفطية، ونحن نبذل جهود جبارة لأن نتجاوز هذه الأزمة، وهناك حلحلة لكثير من القضايا الشائكة في هذا الأمر. نأمل أن يستفيد منها الأخوان الصيادين قريبا جدا بعد استقرار الحالة التموينية للديزل في عدن، سيتوفر الديزل للأخوة الصيادين بشكل إن شاء الله. هل لكم يعني مثلا أن تخبرونا بعض نقاط هذه الجهود أو بعض الأشياء التي تقوم بها؟ هناك لجان شكلت لمتابعة هذه الأزمة ممثلة بالسلطة المحلية، ممثلة بشركة النفط، بالمصافي، بالجهات ذات العلاقة، للبحث عن عدم تكرار مثل هذه الأزمة التي تعرضت لها عدن وكيفية الخروج منها وعدم تكرارها. كما أكدت الجهود كبيرة بالتنسيق أيضا مع رئيس الوزراء مع وزارة النفط، فنأمل أن نتجاوز مثل هذه. هي إشكالية أسعار النفط وإشكالية معروفة لدى الجميع، نأمل أن نتجاوزها في أن نتوفر النفط أصلا يعني بحد ذاته. إذا الآن النفط متوفر في عدن، الآن البترول بشكل رئيسي بدأ بالنزول إلى الأسواق والحالة استقرت بشكل كبير جدا. الديزل نفس الشيء، نحن نبحث على عدم تكرار مثل هذا. البعض يقول أنه فترة وسيختفي مرة أخرى، لهذا السبب شكلت هذه اللجان لأجل أن لا تحدث مثل هذه الأزمات مرة أخرى. وضعنا وضع استثنائي، وضعنا ما زلت أؤكد في السلطة المحلية وضع استثنائي. نحاول أن نبذل كثير من الجهود والمطلوب من الدولة ممثلة بالحكومة بأن أيضا تقوم بواجبها. نحن لسنا بحكومة، نحن سلطة محلية تدير شؤون عدن، لسنا بحكومة ولا نمتلك صلاحيات الحكومة ولا إمكانيات الحكومة، وندرك أيضا بأن الحكومة تواجه الكثير من الصعوبات ومن المشاكل ومن التحديات، ولكن بتكاتف الجميع سنستطيع أن نتجاوز كثير من الأزمات وكثير من المشاكل، وأهمها مشاكل الوقود، وأيضا نستطيع أن نحل مشاكل أخواننا الصيادين الذي نعرف كثيرا منهم عانوا وما زالوا يعانوا، وهذا مصدر رزقهم وأيضا هذا مصدر غذاء بالنسبة للمواطنين في عدن. توفر الأسماك بأسعار مناسبة، هذه نقطة أخرى يعني سوف نأتي لها في اللقاء. في السفن الآن لا يوجد عليها رقابة، السفن الجارفة كذلك، هذه إحدى شكاوي الصيادين. هذه ليست قضية ظهرت الآن، هذه قضية قديمة عانوا منها الأخوان الصيادين. الآن نحن في السلطة المحلية استلمنا الوضع بهذا الشكل الصعب، نحاول جاهدين وندرك بأنه يجب علينا أن نفعل الرقابة على مثل هذه السفن، وبإذن الله سيتم هذا قريبا. ولهذا السبب أنا أقول بأن يجب على الحكومة بأن تضغط على وزارة الثروة السمكية بأن تفعل مكتب الوزارة بالتنسيق معنا. نحن أيضا لنا دور في تفعيل هذا المكتب، ولكن أيضا للحكومة دور رئيسي في هذا. وجود المكتب سيساعد على عملية الرقابة، عدم وجوده هو ترك يعني الأمر مفتوح لمثل هذه الأعمال التي نعتبرها أعمال مسيئة وأعمال تخريبية بحد ذاته، تضر الصيادين، تضر المواطنين، تضر الثروة السمكية في عدن. أتوقع بأن تحل هذه الأمور في القريب العاجل. نرجو ذلك. كذلك هناك مشكلة أخرى يعني اشتكوا منها الصيادين بكثرة، هي مشكلة أصلا تعلق على الأوضاع الأمنية السيئة الآن وخروجنا من حرب، وهو تواجد الحكومة في معاشيق وعدم استطاعة الصيادين للوصول إلى هناك، وشكوتهم أن الأسماك هي عادة تتكاثر هناك في معاشيق. نعم. طيب. أولاً أنت تطرقت يعني أصبح الصياد يشعر بأنه محاصر، من هنا سفن جارفة ومن هنا لا يسمح له بالاصطياد. تطرقت بأن الحالة الأمنية سيئة، وهي ليست سيئة. أنا أؤكد لك أن الحالة الأمنية من يوم إلى يوم تتحسن بشكل ملحوظ. الوضع الأمني الآن في عدن غير تماماً، الناس تشعر بذلك. بإمكانكم أن تأخذوا جولة في الأسواق، في المنتزهات، في الشواطئ،
ما شاء الله عدن في رمضان يكاد يكون الوضع الأمني فيها مستقر بشكل كبير جدا. أمنيتنا أن الأمور تعود إلى طبيعتها وهذا حق مشروع. يعني بالنسبة لمعاشق الوضع نحن خارجين من حرب. نحن خرجنا من حرب وهذه منطقة سكن لرئيس الجمهورية لغيره يعني رئيس الوزراء للحكومة تباشر أعمالها من هناك وهذه احترازات أمنية نتمنى أن تنتهي في القريب العاجل. ندرك تماما أن الصيادين يعانوا من يعني ماذا لا توجد مقترحات مثلا إجراءات أمنية معينة ترخيص للصيادين أشياء من هذا القبيل سنحاول أن نعمل بصورة عاجلة مثل هذه الأمور بالتنسيق مع الحكومة ولكن الأمر أيضا متعلق بالجانب الأمني بحيث أنه تكون لا توجد هناك أي اختراقات في هذه المنطقة ولكن نعد بأن نتبنى مثل هذه القضية بالذات ونحيلها إلى جهات الاختصاص لنجد حل مناسب للإخوة الصيادين. نرجو ذلك. أستاذي نحن نمتلك شريط ساحلي تقريبا 2000 كيلومتر مصدر من الأسماك سنويا 400 ألف طن تقريبا إذا كانت المعلومات التي أحملها صحيحة. كل هذا ولا يزال المواطن لا يجد السمك في الأسواق وإن وجدها فهي بأسعار مرتفعة. لا والمشكلة أيضا بأن كان الأخوة نشتكي لأننا إحنا مواطنين نشتكي بأن هناك مناطق لا يوجد فيها بحار والأسعار الأسماك أرخص من ما هنا في عدن. فهل تعقل هذه المعادلة يعني؟ هي لا تعقل ولكنها أعتقد هناك أيدي خفية تلعب في هذا الأمر. تعاون الجميع في عدن مهم. تعاون الجميع الآن نحن جميعا أمام تحدي صيادين عمال موظفين طلبة قيادة سلطة محلية أمن علينا جميعا أن نعي بأننا نعمل كفريق واحد لأجل استتباب الأمر ومحاربة مثل هذه الظواهر. الرقابة مطلوبة وهنا أنا أؤكد الرقابة مطلوبة. ذكرتم أيادي خفية من خارج عدن أم هي من داخل عدن؟ خارج عدن متواجدة في عدن سنحل هذا الموضوع سنحل. كانت أياديهم طويلة ولكن أياديهم اقتصت كثيرا. الأمن لعب دور في قطع كثير من الأمور التي كانوا مخططين أن يقوموا بها في عدن أنا أؤكد لك. والآن الأمور ستعود كما كانت ولكن نحن بحاجة لوقت. الإمكانيات صعبة نحن خارجين من حرب أؤكد لك بأن الأمور ستعود كما كانت بل وأفضل وتعاون الجميع مطلوب لاختصار الوقت. أسعار الأسماك بحاجة لرقابة بحاجة لتفعيل دور الرقابة وإلى كشف الأيادي الخفية التي ذكرتموها. بالضبط. سيتم ولكن هناك مجتمع محتاج أن احنا نعرف من هذا الشخص اللي يلعب يعني بالخفاء. أحياناً حتى يعني يكون الأمر محاربته بشكل سري أفضل من الكشف عنه ولكن هناك ظواهر ستكشف. الأخ المحافظ أكد في تصريح له مؤخراً بأن هناك أيدي خفية موجودة وسنعلن عنها قريباً. الحمد لله نحن الآن في وضع أفضل بكثير ونتحسن بشكل يومي. الأمور تتحسن بشكل يومي ولكن كما قلت لك الطموح أكبر ومن حقنا أن نطمح ومن حقنا أن نستعيد هذه الجوهرة التي بين أيدينا عدن كما كانت وأفضل لتعود عدن جوهرة المنطقة جوهرة الخليج والمنطقة بشكل عام. عدن تستحق منا أن نبذل كل الجهود تستحق منا أن نسمو على الجراح تستحق منا أن نتنازل لبعضنا البعض في عدن من أجل أن تعود عدن من أجل أولادنا من أجل مستقبل زاهر تنعم به هذه المدينة التي أعطت للجميع كل الخير وللأسف البعض تنكر لها ولكننا اليوم نرى الكل مجمع على أن يجب عدن أن تعود كما كانت وأفضل. أستاذ محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا لكم يا مرحبا. وتبقى مشاكل الصيادين معلقة على سوء الأوضاع إلى أن تلقى من يستجيب لمطالب. يفنى الإنسان وتبقى آثاره وتبقى معالمه. حكايتنا القادمة هي عن مكان له تاريخه وماضيه. حكايتنا هي عن مصافي عدن.
لا تذكر عدن إلا واقترن اسمها بمصفاتها التي عرفت بها، وتلك ميزة أخرى للمدينة منذ عرفها العارفون. مصفات عدن وإن كانت متوقفة اليوم عن العمل، إلا أنها ظلت شعلة لا تنطفئ في السنين الخوالي، تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة كأول مصفات شهدتها المنطقة بقدرتها الهائلة منذ تأسيسها في مديرية البريقة في العام الميلادي 1952 من قبل شركة بيبي البريطانية. بدأ العمل في إنشاء المصفاة عام 1952، واستغرقت عملية إنشاء المصفاة بالكامل حوالي سنتين فقط. المصفاة كانت أولى مصفاة موجودة في المنطقة بهذا الحجم، وتم تشغيلها من قبل كادر بريطاني ومجموعة من الهنود والأجانب، إنما تدريجياً المصفى رفضت بكوادر يمنية حتى أصبحنا اليوم أنه المصفى يتم تشغيلها حاليا بكادر يمني 100%. الحاجة التي استدعت إنشاء مصفاة لتكرير النفط في عدن فذاك حديث ذات امتداد تاريخي، حاضره يذكر بماضيه في الأمس القريب. أجت الفكرة ببناء المصفاة طبعا بعد تأميم المصفاة، كانت موجودة في إيران من شركة بيبي اللي بنت المصفاة هنا في عدن كبديل للمصفاة اللي أممت في طهران في ذيك الوقت، وكان الغرض منها أنه تغطي الأعمال المنتجات البترولية في شرق أفريقيا والمنطقة التي كانت فيها نفوذ لبريطانيا. التوغل في هيكل مصافي عدن وتصميمها ليضع الناظر أمام منشأة عريقة ضخمة التكوين، مثلت على مر الحقب مورداً اقتصادياً مهماً لبلد هو أصلاً فقير الموارد. تكون من وحدتين للتكرير، كل وحدة حوالي 75,000 برميل أقل الطاقة الإنتاجية، أي ما يعادل 150,000 برميل باليوم الواحد الطاقة الإنتاجية للمصفاة. في وحدة تحسين البنزين البترول السيارات لرفع الأوكتين نمبر حوالي 12,000، هذا ريفورمر يونت حوالي 12,000 برميل يوميا، وبالإضافة إلى مجمع خزانات ضخم جدا حوالي 100 خزان بسعة 1,000,000 طن الإجمالي للنفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى. بالإضافة إلى عام 86 تم إنشاء وحدة تصنيع الغاز المنزلي، الوقود المنزلي هذا البوتاغاز، ووحدة إنتاج الإسفلت للطرقات هذا اللي عام 1986، طاقة حوالي 10,000 برميل يوميا. بالنسبة برضو المصفاة تمتلك محطة كهرباء خاصة بإنتاجية 3 مولدات ضخمة بإنتاجية 21 ميجاوات.
رغم العائدات المالية التي رفدت رأس المال الوطني وحافظت على استقراره، إلا أن المصفاه لم تكن ذات يوم محل اهتمام الحكومات المتعاقبة على الحكم في البلد. المصفاه تمر بظروف صعبة نتيجة للوضع اللي موجود، مشاكل فنية كثيرة موجودة في المصفاة نتيجة لقدم المصفاة، وهذه المشاكل في دراسات وضعت من سنوات لتحديث المصفاة حتى تتواكب مع التطورات اللي حصلت في كل مصفات العالم. توقفت الحالة عندنا نتيجة لعدم توفر النفط الخام. معروف ان احنا في الفتره الاخيره كنا نكرر النفط الذي يجينا من منطقه مارب، هذا النفط له مواصفات خاصه، مجدي اقتصاديا تكريره. نتيجه للوضع اللي حاصل الان لم نتمكن من الحصول على هذا النفط، ويتم التفكير حاليا في جلب نفط من منطقه المسيله في حضرموت اللي تكريره في مصفات عدن. وذاك ما تفسره المشاكل الفنية للوحدات الإنتاجية في المصفاة والوضع المتدهور الذي آلت إليه، لا سيما بعد تعرض خزانات النفط فيها لضربات الميليشيا الإنقلابية في العام الماضي. أثناء الحرب تعرض المصفى للأضرار كبيرة، حوالي 3 خزانات اللي تضرره للمشتقات، خزان من حق الغاز بوتاغاز الغاز المنزلي، برضه شبكة الأنابيب تضررت. المصفى تعرضت لحريقين كبيرين. أول حريق حصل في ميناء المصافي، استهدفت الأنابيب التي تمد المصفى أو الممتدة ما بين المصفى وميناء الزيت، هذه استهدفت فيها وضربت تماما وخرجت عن الجاهزية. أيضا استهدف خزان ضخم موجود عندنا، هذا لتجميع النفط الخام عندما يصل من الحقول عبر الميناء، يتم تفريغ هذا النفط الخام في هذه الخزانات. واحد من هذه الخزانات ضرب تماما وخرج عن الجاهزية. الخط اللي يوصل المشتقات النفطية ما بيننا وما بين شركة النفط اللي موجودة في البريقة، من خلالها يتم توزيع هذه شركة النفط، من خلالها يتم توزيع المشتقات النفطية لمحطات الوقود في محافظة عدن وكل المحافظات المجاورة، هذه ضربت تماما. والحمد لله خلال فترة الحرب تم إعادة الجزء الأساسي اللي يهم شركة النفط حتى لا تأثر السوق بالاختناق بالمشتقات النفطية. خلال فترة عملها حافظت مصافي عدن على استقبال أنواع المشتقات النفطية وعملت على تكريرها بالمواصفات العالمية المطلوبة في الوقت الذي تجاوز عمرها الافتراضي، هو ما يبرهن كفاءة عمال المصفاة وعظمة تلك المنشأة وميناء الزيت التابع لها. هذا عمر المصفاة، بس نتيجة جهود الموظفين والمهندسين اليمنيين حافظوا على هذه المنشأة بينما عمرها الافتراضي قد انتهت. نمتلك برضو الميناء من المصفاة، ممكن يستوعب السفن عملاقة لدرجة
110 طن دخولها تدخل داخل الخاص. نحن نحتاج للسفن العملاقة لما تجيب النفط الخام. المصفاة ممكن تستقبل النفط الثقيل والنفط الخفيف ونقوم بتكريره وخراجه بالمواصفات العالمية. 64 عاما مضت ومصفاة عدن لا زالت رائدة بعطائها الإنتاجي المتواصل، على أن حالة الجمود الراهنة للمصفاة لم تكن لتنتقص من قيمتها ولا من رمزيتها كأقدم مصفاة عرفتها المنطقة يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. معنا اليوم الدكتور ناصر سالم حليس، اختصاصي أمراض العظام ومستشار محافظ لحج للشؤون الصحية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا فيك. بداية دكتور، لو تحدثنا عن بداياتك مع الجراحة ومع الطب بشكل عام. والله نحن تخرجنا من كلية الطب في عام 2001 وبدأنا مشوار الطبي إلى 2004 تم توظيفنا في محافظة لحج. و2013 تم انتقالنا كنائب مدير الشؤون الفنية في مستشفى 22 مايو، وبدأنا المشوار بجراحة العظام من هذه الفترة. أقصد أن كل الأهالي يعني خاصة في الوطن العربي عندما يسأل أبو الأم ماذا تريد أن يصبح ولدك يقول دكتور. هذه والله يعني ماذا كانت ردة فعل الأهل عندما أصبح ابنهم يعني دكتور ناصر؟ تحقق الحلم حقا، خاصة الوالدة يعني الله يعطيها الصحة والعافية، كان حلمها أن أكون طبيب، أنا كان حلمي أكون مهندس. فالحمد لله تم تحقيق حلمها وأصبحنا أطباء، وتعرف أنت الفرحة اللي نالوها. الآن وبعد كل هذا المشوار في الطب، هل ندمان لأنك غيرت تخصصك من هندسة إلى الطب؟ لا الحمد لله أنا مرتاح بالمهنة، أيضا مجال إنساني فيه خدمة كثير أجر فيه أكثر. هنا في اليمن بشكل عام وفي عدن كذلك باعتبارها جزء يعني من اليمن، لا يوجد الكثير من الجراحين. هل وجدت صعوبة في أنك دفعت نفسك إلى تخصص أو جعلت نفسك جراح في عدن؟ هي توجد بعض الصعاب، مشروط بعض منها يعني أنه في بلادنا خاصة إمكانيات التطوير شوية بطيئة، فممكن يعني نقرأ حاجات كثيرة والموجود في التطبيق شوية أشياء بسيطة. فمثلا نحن تنقصنا بعض الإمكانيات في جراحة المناظير، في جراحات التخصصية خاصة مش موجود التطور، نحن ما نواكبش التطور بشكل يعني. مثلا المواطن الآن بيقول أنا ما بشيش أتعالج في عدن مثلا أو في اليمن، أروح أسافر في الخارج، لا يؤمن بقدرة الجراحين هنا، لا يؤمن بقدرة الطب في اليمن على أن يشفي أي علاج أو أي مرض عفوا. أنا أشتي أوضح لك حاجة سارة، أنه المشكلة بالآتي، اللي بيتابع الحالة هو الطبيب اليمني، هو بيسافر للخارج صح، بيجري العملية صح، لكن بيعود هو اللي بيجلس في الخارج طول عمره. طب من بيتابع حالته؟ بيتابعها الطبيب اليمني اللي هرب منه، وبالتالي الطبيب عنده القدرة كاملة، لدينا القدرات، نحن نتابع، نحن نجري العمليات الكبيرة، لدينا كل القدرات. ولكن قلت لك أنا تنقص الإمكانيات والتأهيل، أنت لازم نواكب إيش التطور. التطور يفرض علينا أشياء معينة، اللي كان في عام 90 ما عادوش الآن في عام 2016. مواكبة التطور لهذا في حاجة يسموها continuous medical education، اللي هي هذه امتحانات تقرأ كل شهرين، اللي نحن عكس المجالات الأخرى يجب أن يكون updated. نعم. معلوماتنا updated للإمكانيات وأن تواكب التطور بشكل عام والأجهزة الحديثة الاكتشافات الجديدة. نعم. وبالتالي لازم يتم امتحانات فصلية لنا، لأنه في بعضهم يستمر على المعلومات اللي معه خلاص انتظر، ومش داري أن المعلومات قد تم تغييرها وأصبحت الآن ما عاد يعترفوش يعتبروا أشياء جديدة تم تطور. يعني دكتور ناصر أنت تعتقد وترى يعني إنه المشكلة هنا ليس بالجراحين أو بمستواهم الأكاديمي أو الطبي، أفضل الجراحين هم المشكلة هو بالمعدات. نعم. أفضل الجراحين اللي الآن اللي موجودين هم يمنيين موجودين يعملوا أكبر العمليات. نحن الآن الحمد لله نشتغل مفاصل صناعية للحوض، نشتغل مفاصل صناعية للركبة، لكن تنقصنا بعد اللي بقول لك حاجة، يعني أنا عشان أشتغل مفصل صناعي للركبة تحتاج الشركة تجي لي من صنعاء وتجي هي ومعداتها، مش موجودة عندي هنا. والشركة بتعمل تريننج تدريب، طبعا كل شركة يعني زي ما أنتم عندكم يعني في معدات خاصة لازم يتدرب عليها فنية خاصة، وبالتالي الشركة بتجي من صنعاء تعطي لك المعدات تشتغل فيها وتروح، وتنتظر مرة ثانية عشان يكون معك مريض عشان توصلها.
وكل شركات عمل تريننج للطبيب. نعم. تؤهل الطبيب على الديزاين حقها. كل شركة لها ديزاين معين. معنا الشركات الأمريكية، معنا الشركات التركية، لكل شركة منها له ديزاين معين، وكل ديزاين هذا له مهارة معينة يجب أن الطبيب أن يمارسها. ديزاين لكي يستطيع الطبيب التعامل مع يعني الأدوات. مع الأدوات ديزاين لها تختلف عن شوية تريكات شوية. يستطيع الطبيب. ولكن كلهم يقومون نفس عمل، نفس طريقة، يعني نفس عمل العلاج. نعم، نفس العمل، نفس كل شيء. لكن زي ما قلت لك، نحن محتاجين إنه التطوير مستمر، ومحتاجين إمكانيات، إمكانيات تسهل لنا الدولة، إمكانيات تسهل لنا التجارة، وأمورنا إن شاء الله. كيف ترى الطب الآن في؟ والله شوفي، أعتقد إنه نحن عندنا يعني الطب كويس، ولكن نحن نأخذه بشق الأنفس. يعني نحن عشان أنا أوصل للمعلومة وأوصل للنوع العملية هذه أخذها بصعوبة، عكس في برا. في برا زي ما أقول لك، زي ما تأكلي ابنك بالملغة، هناك يأكلوهم بالملغة. نحن لا، نحن نسعى لهذا، نحن نأخذه بجدارة. عكسهم، هناك بالملغة بس سبون فيدينغ يسمونها، يأكلوهم إكال. الآن يعني هل ممكن أن تجعل من ابنك طبيب يخلفك؟ يعني تنصحه أنه يمارس مهنة الطب في اليمن؟ والله في الوقت الحالي يعني ستقول له يا ولدي ادرس طب، ولكن أرجوك اذهب إلى الخارج. أنا الآن في الوقت الحالي نفس الكلام اللي قلتي، ما بنصحش أنه يدخل طب، حتى يعني لأنه نحن كنا دخلنا المجال هذا كان أول الطبيب يخرج على وظيفة سنة على طول، فلهذا كانت الطب والهندسة كانت مرغوبة للشباب. الآن لا، بس الآن الأطباء عندهم عيادات، يعني يستطيعون يفتح له عيادة خاصة. عيادة خاصة، أنا مشتيش أشتغل خاص، أشتي أشتغل أخدم أهلي في مستشفى حكومي يكون موظف. لما تكون معي بس عيادتي الخاصة، أنا أشوف بس كم فقط من المرضى الذي يستطيعون يدفعوا بس. طبعا أنا أشتي أشوف الصغير والكبير وكلهم، فين أشوفهم هذا؟ أشوفهم أنا في مستشفى الدولة. الضبحان يجي لك العيادة الخاصة ولا يروح مستشفى الدولة؟ يروح مستشفى الحكومة. وبالتالي نحن نشتي نخدم هذا الكلام، فلذا كانت هذا هدفنا. كان نحن نعمل مكان مركز نوفر فيه كل الامكانيات ونخدم فيه اكبر قدر من المرضى والمحتاجين. نعم، وبالتالي ما نخليش المريض يروح لبرا. انا رحت اكثر من دوله وشفت الامكانيات اللي معاهم. يعني الامكانيه هي الكادر، اهم شيء الكادر. لو تجيبي اكبر اله ما يعرف يشغلها الاله، اهم شيء الامكانيات البشريه اولا قبل الادوات. نعم، والموارد. الامكانيات البشريه هي اللي بتصلح لك كل شيء. ايش الان مشكلتنا في البلد بعد التحرر؟ هي الامكانيات البشريه. ما هلاش كانت البشرية، كل إنسان تحوصل، ما يشتيش يفتك ويعمل يعطي غيره يستفيد. فكل من تحوصل، أصحاب الستينات مشتيش يعطوا أصحاب التسعينات، تحوصله. صحيح، تفهم لي؟ فهذه الآن المشكلة. ولا في كوادر في ممكن تستفيدي منهم في، فالقوة كلها بالكادر. الكادر البشري هو أهم من الآلة. صحيح، معك حق. الطب رسالة سامية، في هذه العبارة أين أصبحت الآن في هذا الوقت؟ في اليمن، يعني نحن نتحدث عن اليمن وعن عدن. نحن بقول لك انه نحن ما زلنا مهنتنا انسانيه بحته ساميه بمعنى الكلمه، والدليل انها في فتره الحرب خدمنا يعني ابن البلد وخدمنا ايضا العدو. فتره الحرب بالنسبه يعني كانت بالنسبه لاي انسان هي فتره تحدي للجميع، كانت منهم من صمد ومنهم من فر، ولكن انتم دكتور كنتم من الاشخاص الذين ثبتوا في عدن ومدوا ايدي العون للناس. حدثنا عن هذه التجربه، وكيف واجهتم تحدي فترة الحرب؟ نحن من 26 مارس كنا معتكفين داخل المستشفيات، خاصة في مستشفى 22 مايو. والحمد لله عملنا نداء طاقم كثير، أكل أذى المهندس وقال المدرس زي ما قلت لك، وقال الصيدلاني، وقال كل. لماذا قمتم بهذا النداء؟ يعني ما لم يكن هناك كادر معاون، لم يكن هناك معاونين ممرضين. وجود كادر شوية، المشكلة عندنا هي مشكلة التوزيع. توزيع الكادر أيام بريطانيا وأيام في كل مكان هم يعملوا، كانوا مستشفى وجنبه إيش؟ السكن. السكن الأطباء، سكن التمريض يكون قريب من المستشفى. لكن تخيلي معين جراح موجود في التواهي، ومعين جراح ثاني موجود في صلاح الدين، والحرب قطعت الطرق فما استطاعش. فنحن وجهنا نداء كل طبيب قريب من مستشفى معين عليه التوجه إليه، لأنه صعب أنك تكوني ساكنة في المنصورة وتروحي لأخر مكسر. قطعت بهم السبل، الطريق قطع، وهو مش داري انقطع ما يقدرش يوصل. على الأقل يكون قريب من أهله ويخدم أهله أيضا ويخدم الناس. أنت بتطمئني لما تعرفي أن أهلك جنبك، ولكن لما تكوني أهلك في وادي وأنت في وادي مشكلة.
وجهنا النداء يعني أطباء كثير الحمد لله، طبيبات، أقول أبو النداء تمريض، واستطعنا في الفترة هذه ب 300 متعاقد وكسور أن نرفع شأن المستشفى وأن نخدم 4000 جريح. يعني تم التعاقد مع الأشخاص اللي مش تعاقد، نحن ما كانش فترة الحرب ما فيش ميزانية، ما فيش معنا سيولة، يعني نحن كنا على التبرعات، أنت تجي تتبرعي باللي معك وأنا أجي أتبرع باللي، نحن تبرعنا بوقتنا وإمكانياتنا وسخرناها لخدمة الناس. في بعضه اللي إمكانيات يتبرع في أكل، بعضه كان يتبرع في ملبس، بعضه كان يتبرع بأشياء للمرضى، ما كانش الهدف إلا كان هناك متبرعين للدم؟ نعم، نحن أقول لك فوق 4000 قربة دم تم تركيبها في فصل في فترة. أنتوا تواجهوا صعوبات في ندرة القراب، المواد يعني تسحب فيها الدم؟ والله أقول لك حصل تكاتف يعني فظيع جدا فترة الحرب، يعني الله سبحانه وتعالى سهل الأمور هذه، ما درينا إلا بمتبرعين جابوا لنا القرب، متبرعين جابوا محاليل، متبرعين جابوا يعني ما سيولات نقدية ما نستلمها، نحن استلمنا محاليل للمختبر وسخرت للمختبر، بحيث أنه أصبح المستشفى المركزي هو مستشفى 22 مايو في فترة الحرب، أصبح البنك المركزي هو مستشفى 22 مايو، فكان الصداقة أي الصليب الأحمر يطلبوا الدم من عندنا، أصبحنا نحن المرجع الوحيد للدم، فتحولنا من مستشفى بسيط إلى مستشفى مركزي يخدم كل حتى دائرة الصحة كانت تدار من عندنا، كل وزير دائرة الصحة من عدن يعني من عدن. عدن وزير الصحة جاء أيضا لعندنا، فكانوا كلهم أصبحنا نحن التحالف يأخذ المعلومات من عندنا، التحالف يجي لعندنا، يعني أكثر من مرة إحصائيات الجرحى والمرضى أيوة إحصائيات الجرحى منظمات الحقوقية كانت كلها موجودة عندنا، فأصبحنا المركز، تخيل يعني كل الناس تجمعت عندنا، البعيد والغريب كانوا متجمعين عندنا، فكانت فترة يعني شو أقول لك ذهبية بتلاحم الناس بتلاحم التعاون. انتهت الفترة هذه اختفى مبدأ التكافل الاجتماعي. نعم. انتهى الفترة هذه. لماذا لم تفكر دكتور أن تذهب أو تهرب مع الهاربين؟ يعني كثير من الناس نزحوا وكل من كان لديه يعني بالعامية قرشين على قولة الإخوان المصريين ذهب وخرج خارج البلد. من السهل أن نذهب، لكن يعني صعوبة أن تطرحي أهلك كلهم أنت بتذهبي من؟ يعني وجودك أيضا في عدن هو لا يشكل كان خطر فقط عليك، يعني شكل عليك خطر وعلى أسرتك، وإن سمعت كذلك أخبرتني قبل اللقاء أن حتى ابنك يعني الذي انتهى من الصف التاسع أخذته معك إلى العمليات. ما كانش أصلا موجود معنا طاقم، حتى ابني جبته واشتغل معنا، فسميناه الجراح الصغير، كانوا يسموه كذا لقب جراح صغير. الفكرة ست سارة إنه نهرب نفور نروح فين؟ أموت عزيز داخل بلدي يحسن لي وأنا أخدم أهلي ولا سافر قعقع، اللي سافروا كله تقعقعوا، اللي سافروا كرهوا نفوسهم ليش سافروا؟ لأنه جنسيتنا لها دور كبير، وبالتالي خلينا الحمد لله هنا مرتاح، أموت بشرف ببطولة، ما حد يطرح جبهته إلا لو قد أصيب بشيء، لو جرحنا نطرح الجبهة، لكن ما الحمد لله الله سبحانه وتعالى الصحة وأعطانا العزم إن نحن نستمر فاستمرينا، وكنا نشوف البسمة بوجوه الجرحى رغم إنه حصلنا بعض مضايقات لأنه ما كانش فيه أمن، فكان الجريح يدخل لك لداخل العمليات، أنا يعني موقف دخل لي جريح لداخل العمليات وأنا أشتغل، وواحد شعره كذا واللي أنتوا سلاحة هنا وقنابل وكذا، وأنا أشتغل معي مريض جابوا ألغام لما دخلوا خلال المستشفى في 27 رمضان نفس في شهر رمضان بلغم يعني أيوه، وجابوا دفعة جديد، الدفعة الجديد موجودة في الطوارئ وكلنا نشتغل، اللي موجودين في الطوارئ كانوا أطباء مش تخصصين، فيقول لي أخي برع عالقوه، طيب أقول له أنا داخل عمليات يعني أنا ماسك المقص يعني أسيب الأخ هذا أسيب المريض ده وأجي لعندك بيجي لعندنا ما تقلقش، كنا كلنا مصدومين، بعض الإهانات حصلناها بعض المحايكات لكن الحمد لله وضع حرب يعني في وضع الحركة. حرب تجاهلنا كل الأمور واهتمينا بالمريض، ما كناش نهتم يعني حتى صرفنا أشياء كثيرة من جبنا والحمد لله ما اهتميناش برستيج، اشتغلنا كل التشغلات منظف طبيب مغرب يعني الوظيفة اللي كانت فاضية، أنا مثلا أخصائي عظام يعني الحالات العظام اللي أجت أكس حالات الجراحة، الجراحة شق البطن والصدر كانت كثير، فالوقت اللي ما كانش فيه حالة تستدعي أنه عظام فكنت أنا أشتغل وظيفة ثانية زي زملائي، يعني كنت أشتغل أنا معهم فني مغرب لهم السامان لأنه منظف واحد معنا،
فني عمليات 2-3 ما كانش التيم كامل. أيوة ما كانش الفريق متواجد. أيوة فحاولنا كل واحد يسد أقوى بحيث إنه العمل. اضطر كل شخص إنه يعمل أكثر. الحمد لله تمت الأمور كثير. الحمد لله. الآن يعني بعد خروج الحرب وانتهائها ما هو دور الدكتور ناصر الآن؟ أنا طبعاً قلت لك أنا ما قال الجفارة يعني الآن الانتهازيين أقول كملت الحرب خرجوا من بيوتهم. وظهروا عشان يظهر لهم دور بطولي لازم يكون في دور بطولي بعد ان انتهوا الشجعان. فطرحنا نحن المستشفى قالوا نحن خلوكم طرحنا لهم المستشفى يشتغلوا وتم تعييني مستشار محافظ لحج للشؤون الصحيه والان جالس احاول ندعم محافظه لحج. هل مثلا الان هناك خطط تدرسوها مثلا لتفادي ان تحدث كارثه مثل هذه مره اخرى؟ والله بيني وبينك الحرب لا يستطيع احد ان يتفاداها ولكن اذا اتت الحرب نستطيع يعني انه يكون في مستشفى يكون مثل ما انت قلت يعني سكن بجانب مستشفى. أيوة. توفر الادوات الصحيه توفر الطاقم. مثلك الله يهدي اولياء الامور حقنا اللي في الصحه وغيرها انه الخطه البعيده هذه مش موجوده يعني عندهم خطه بس على مربع واحد الشهر القادم. ايوه عندهم خطه المربع واحد كيف يواجهوه فحصلت هذه المعاناة في فتره الحرب يعني يقولوا لي يتسع بالشربان فخ بالزبادي فالان احنا بعد ما حصلنا هذه كل الكوارث المفروض نحن نتعلم المفروض نعمل خطه خطط اخلاقيه خطط صحيه كيف مواجهه الاوبئه كيف مواجهه. انا اذكر في فتره الحرب انا طلعت تصيح فوق كذا غضبان زعلان حالات دينجو فيفر حمى الضنك قتلنا حالات كثير ونحن مستشفى جراحي حمى الضنك قتلت الناس قتلت الناس فاضطرينا نفتح قسم العيادات الخارجيه لاستقبال هذه الحاله. طيب نحن اغلب الطاقم اللي موجود كان جراحي حاولنا نوجه نداء يا جماعه نحن ما بنموتش قلنا له بالرصاص ان قد متنا بالرصاص الحمد لله نحن بنموت من الاوبئه يا جماعه الحقوا نحن يا جماعه وفروا ما كانش هذه كانت نداءاتكم للجهات المختصه. أيوة. يعني يا جماعه انا كانت معي بس فقط باكتين كرتونين لحق أدوية. ملاريا ادويه الوحيد كانوا يعني مستشفى النقيب مستشفى الوالي مستشفى صابر كانوا يحولوا المرضى لعندي عشان اعطي لهم الادويه ما كانش موجوده وكان الادويه حق الضنك وحق الملاريا تمسك في النقاط هذا الحوادث. شعورك كيف كان وانت ترى الادويه تتناقص يوما بعد يوم ولا مستجيب لنداءاتكم؟ والله كان يعني ايش اقول لك كنت اخاف ان اصير انطرح نفس طرح المريض وما قدش العلاج فكان خوف شديد يعني تخيلي يعني ما متناش بالرصاص نموت بالوباء لانه ما فيش معنا احنا الامكانيات ان احنا نتعالج فيها. فالحمد لله توجهت منظمات كثيره من المنظمات الدوليه من الهيئه الدوليه عملوا حملات رش اهتمت بدا توزيع العمل في ناس اهتمت في المجاري والماء وفي ناس اهتمت في التطوع من عندنا كله تم من مستشفى 22 مايو اصبحنا الدوله نحن ما كانتش حتى كان المحافظ نايف البكري كان يجي لعندنا فكان اغلب نحن اصبحنا المركز يعني مركز اداره العمليات كله في مستشفى 22 مايو اصبح حتى الانزال الجوي لادويه كان يتم ارساله لمستشفى 22 مايو من فين والعبر فين فكانت كل شيء اصبحنا مركز تحكم نقطه تحكم فظهرنا في المحك ومن ثم تراجعنا تراجعنا. ايوه تراجعنا والدليل الان ما في شغل اصبح كل المرافق اللي اشتغلت فتره الحرب زي الان الرساله اللي كانوا يوجهوها انه لما تقع معكم حرب انتم تبغوا تشتغلوا انه بيقع لكم هكذا. ايوه انت لاحظي كل من اشتغل فتره الحرب فوقفوه صحيح واهملوه وهذه الان الواجهه لازمين منازلهم الان. ايوه يعني الرساله يعني وصلنا الى احسن لي انا اجلس ولا ادخل في مهاترات لانه انت عملتي شيء حسن لا تعطليوش مش ضروري يعني انت اعتبري نفسك. ولكن هذا الوطن محتاج ان يكرم هؤلاء الناس الذين وقفوا وكان لهم وقفه جديه من امثالك دكتور. انت انا شفت لقطه في فيس عود الثقاب لو مرصوصات عود الثقاب كامل وانت لصيتي واحد بيتصل للطرف لو واحد منهم تنازل عن موقعه البقيه بيعيشوا فاصبحنا زي هكذا خلي الناس يعيشوا وكل شيء الله سبحانه وتعالى ما يظلمش حد وكل شيء بيرجع بس الفكره اللي نحن نشتيها يا جماعه حاولوا تنظموا حاولوا ترتبوا هم هناك مرتبين احسن من عندنا ما ينقطعش ايامهم كل شيء يعول على الميزانيه مع انه الافكار لا تحتاج الى ميزانيه. يعني انت الان المنظمات الان هم شغالين بكيش منظمات داعمه كلها منظمات داعمه الان المحافظ عينوا لجنه خاصه لاداره الاقاطه المواطن مش محتاج للكيس الرز ولا محتاج
محتاج للصحة. محتاج للصحة. الصحة ذهبت بالنسبة أيوة. للإنسان ذهب كل شيء. بالتالي أنا الخدمات أهم شيء عندي من الرز والمي وذا بجيبه أكيد إذا طبعاً. توفرت الأمور لكن زي ما قلت لك الأبعاد الرؤية مهلاش يعني أنا الآن الدفكت اللي كان موجود عندنا ما يحاولوش الآن يعبوه ما يحاولوش الآن يرقعوه لا ما فيش تزيد تتوسع أيوة. الفوهة أكثر ما فيش. وأكثر ما فيش. ما فيش خطط عاملينها لكيف خلاص بكرة يمكن يحصل عندنا المشكلة هذه إيش معنا من خطط ما هلاش من أين ستأتي الخطط وهم لم يعني يستشيروا أو لم يتآزروا مع الأشخاص الذين وقفوا في الميدان أصلاً هذه المشكلة الآن أنت لما يشوف أولادك أنك توبخيهم ما تعمليهمش آه تمام كويس أنت شاطر أنت ذا عملت عمل وتحفزيه أن يعمل زيه أكثر بس يشوف أنك تحبطيه وما تعمليلوش تحفيز يقول إذن ليش نعمله أو يرى هو أحد مثلاً يعني مثلاً مثل ابنك الآن الجراح الصغير يعني بس هو الظاهر أنه حيروح كمنطق طالما أنه أصبح قبل الجراح الصغير مشكلته مشتيش وقال لي مشتيش قد قاله نفسه قبل ما افتيله أنا يعني هو الآن عندما يرى أن أبوه يعمل ويعمل ولم يقطف ثمرة عمله الذي يستحقها الثمرة التي يستحقها بالتأكيد هذا الأمر سيعود عليه بالسوء يعني وبخيبة الأمل أذكر أحد أولادي عبد الله قال يا أبا أنت مفرغ نفسك للمستشفى متى نحن لا مشيت نحن ولا خرجت نحن ولا كانت الطيارات تجزع من فوقنا نجلس ماسكين بأمنا بس أنت مهلكش عندنا طيب سفر نحن البلاد وصلت لمرحلة ويقولوا لي هكذا فاضطريت الناس سفر الأولاد لأنهم عملوا ضغط على أمهم فزي ما قلت لك أنا الآن البرنامج حقك عشان يكون ناجح لازم يكون معك مشاهدين كثير لو طلع المشاهدين دولا عاملين لك إهمال ومفرقين على برنامج وبرنامج أنت الناجح عمل لك تسويف له تلاقي نفسك تقولي كم نسبة المشاهدين تلاقي الحضور بسيط جدا تقولوا نفس المنتج حقك والمخرج يقول لك لا إذا ما حصلش هذا نغير البرنامج البرنامج اللي يشوفه حضور كثير يتطور صح؟ صحيح نعم الدكتور ناصر سالم حليس اختصاصي جراحة العظام ومستشار محافظ لاحش في الشؤون الصحية شكرا جزيلا لك في ختام حلقتنا مشاهدينا أودعكم على أمل اللقاء بكم على خير ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة إلى اللقاء